السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا بيكم. ان شاء الله مكملين في كورس تعليم الخياطة. النهاردة ان شاء الله هنعمل فستان طفلة من عمر 3 إلى 4 سنوات، وبعدها كمان ان شاء الله هنعمل فستان اخر بس على شكل مريالة مدرسية اهو، وهيجد فيها الكولا والجيوب، تمام. وبعدها وباذن الله تعالى طبعا القميص الاولادي السبور، وان شاء الله تحترف الخياطة من خلال هذا الكورس بإذن الله. ولا يشترط أبدا أبدا انضمامك لكورس الواتساب أو لانضمامك لجروب الواتساب، أنت ممكن تتعلمي من خلال الفيديوهات اللي بتنزل لك على القناة على اليوتيوب، وتقدري تحترفي ومنتهى السهولة، مش محتاجين نعقد نفسنا بأي حاجة. كراسة التفصيل أهي معانا، المسطرة بتاعتنا أهي، الداتا بتاعتنا كده، دوران السطر وطول الفستان، قلنا دول أهم قياسين. دول إيه؟ اهم قياسين عندي. دوران الصدر عندي 60 سنتي، وطول الفستان عندي كام؟ 48 سنتي. طيب يبقى هنا اول حاجة دوران الصدر 60 سنتي، طول الفستان عمري كام؟ عمري من 3 إلى 4 سنوات. طيب انا هنا ممكن اعمل ايه؟ طول الفستان 48، انا ممكن هنا طول الفستان اخليه 50، اخليه 60، على حسب، لان زي ما قلت لكم زمان كانوا الاطفال بيلبسوا حاجات قصيره، تمام. فقلنا ان زمان كانوا بيلبسوا الفساتين زي ما هو موضح في الصوره كده فوق الركبه اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده. فطبعا ايه دلوقتي ما بقناش نلبس كده زي ما انتم شايفين كده اهو، شايفين الفساتين بتبقى قصيره، تمام. فحضرتك بتطولي على حسب الطول اللي انت عايزاه. طيب حفظنا بقى خلاص. يبقى دوران السطر 60 على 2 فيها 30، 30 زائد 4 عفوا تبقى 34، وده عرض الباترون، تمام. اكيد احنا خلاص حفظنا الكلام ده، اصبح عندي دلوقتي عرض الباترون كام؟ 34. طيب هبتدي بقى ارسم. قبل ما ارسم اروح بص على القصه اقراها، في مرد هنا؟ لا مفيش في الامام. طب في الخلف؟ في الخلف. يبقى لازم اسيب ايه؟ مسافه المرد وانا برسم، يعني لما ارسم هنا عفوا، لما اجي ارسم هنا اروح واخده المسافه من اول هنا كده علشان اسيب الجزء ده للمرد. دي اسمها قراءه ايه؟ الباترون. يبقى كده الفستان عندي 34، هاتيها كده من اول هنا اهو، كده 34 من اول هنا، من اول هنا اهو، تمام. المسطرة بتاعتي 34 اهي، وطول الفستان 48 سنتي اهو، فخليها 50 عشان نعرف حتى ايه نمسكه كده. وطبعا انت بتعملي الطول زي ما انت عايزه، زي ما قلتلكوا الفرق عشان ما تعمليليش الفستان ويطلع صغير ولا قصير وتقولولي ايه ده قصير، ما احنا عارفين قصير ليه بقى. خلاص يبقى انا عندي هنا المستطيل اللي انا كنت متعودة ارسمه 2 3 4، تمام تمام. في اي اختلاف؟ مفيش اي اختلاف. الخطوة اللي بعد كده الشطار اللي معايا كنا بنعمل ايه؟ كنا بننصف المستطيل بالنص ونعمل الخط ايه؟ الخط 5 و6، يعني كنا بناخد 34 اهي ونروح قايلين على النص، مش عارفين نعملها بنروح ايه جايبين المزوره بتاعتنا كده ومطبقينها على النص عشان نعرف هي كام بالنص، تمام. تبقى كام اهي بالظبط كده زي ما انا بعمل اهو، هتلاقي ده كده خط النص، تمام. يبقى بالظبط كده اهو 17 سنتي، ده خط النص معايا، تمام. ادي خط النص الخط ده ايه؟ 5 و6. طيب شطار، كلنا شطار. طيب فاكرين كنا بناخد نعمل 3 عمليات قسمة، كنا بنعمل 3 عمليات قسمة، تمام. طيب يلا نبتدي كده في عمليات القسمة بتاعتنا. اول واحدة كنا طبعا بناخد 34 عرض الباترون نعمل 3 عمليات قسمة. اول واحدة 34 على 2 كانت فيها كام؟ 17. طيب 17 على 2 فيها كام؟ 8.5. 8.5 على 2 فيها كام؟ فيها 4.25، يعني بنقول 4 سنتي تقريبا، تمام اهو، حتى الكتاب بيقول لي 4 سنتي تقريبا. طيب
كده دي التلات عمليات قسمة. قلنا ان اخر ناتج للقسمة اللي هو الاربعة سنتي، مرة اضيف له واحد سنتي، ومرة اطرح منه واحد سنتي، ومرة كنت باخده زي ما هو كده في التلات حالات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. لما كنت بضيف واحد سنتي كانت بتبقى عشان دوران الرقبة الامامية والخلفية، تمام؟ طيب لما كنت بطرح منها واحد سنتي كانت بتبقى تلاتة سنتي، ده اسمه نزول الابط يعني دوران الابط، تمام؟ لما كنت بخليها زي ما هي كنت باخدها على يمين وعلى يسار خط النص، يمين ويسار خط خمسة اللي هو خط المنتصف. لو فهمنا الثلاث حاجات دول احنا كده رسمنا البطرون. يبقى اخر ناتج للقسمه اللي هو الاربعه سنتي، مره اضيف له واحد سنتي اروح عامله بيه دوران الرقبه الاماميه والخلفيه، مره اروح واخده منه واحد سنتي فاروح عامله نزول الابط، مره اسيبه زي ما هو واروح واخده يمين ويسار النقطه خمسه اللي هي خط النص بتاع البطرون. الحاجات دي لو اتحفظت انت خلاص رسمتي البطرون، تمام؟ تمام. طيب اول ناتج ده باخد منه 2 سنتي، بقول ناقص 2 فبيديني كام؟ 15 سنتي. دول اللي انا بنزلهم علشان الموديل بتاعي اهو. يبقى انا كده عملت الداتا بتاعتي كده، اروح ايه مطبقه الكلام الجميل ده اللي انا كتبته، الشرح بتاعي اهو اللي انا كتبته في الصفحه دي اروح مطبقه، تمام؟ طيب انا قلت اول حاجه ان انا باخد ايه؟ باخد الخط، باخد ال 17 ناقص ال 2 سنتي اهي بقت 15، تمام؟ ال 15 دي تمام هي اللي احنا بننزلها من هنا لهنا. طيب ال 15 بتاعتنا اهي. طبعا الكلام ده هيكون سهل جدا جدا للناس اللي متابعين معايا من اول فيديو، علشان هيحسوا ان الكلام ده خلاص احنا اتعلمناه وبقينا بنعمله بسهوله، تمام؟ طيب وقلت باخد اخر ناتج للقسمه زي ما هو على يمين وعلى يسار ايه؟ النقطه خمسه اللي هو كام؟ اللي هو 4 سنتي. تاني يا جماعة اهو عشان ما تتوهوش مني، قلنا ان انا باخد اخر ناتج لقسمة زي ما هو كده على يمين وعلى يسار النقطة خمسة، وهي دي النقطة خمسة. يبقى انا باخد واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي اربع مربعات، ادي واحد اتنين تلاتة، ادي اربعة، ادي ايه اربع مربعات، واروح نازلة ايه عشان اعمل الابت. ما تتوهوش مني اهو، خلاص الكلام ده خلاص فهمناه اهو. طيب انا ما بمدش الخط ده كده للاخر علشان انا عندي سفره وعايزه ايه ما لخبطش الدنيا. طيب كده تمام، كده تمام. طيب عايزين بقى ايه؟ مش عايزين نتوه في الارقام بتاعتنا. احنا قلنا ان دي خمسة ودي ستة، طيب كده تمام، دي 11 ودي 12. حلو الكلام، حلو الكلام. نرسم بقى دوران الرقبه الاماميه، وقلنا عباره عن اخر ناتج لقسمه زائد واحد سنتي. يبقى انا عندي دوران الرقبة هنا كام؟ خمسة. طيب ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة اهو. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي خمسة اهو. حاجة دائرية، حاجة دائرية، مرسمش بايديا خالص اهو. بصوا المسطرة دي، المنقلة، غطاء، اي حاجة ممكن تعمليها اهو. ده كده ايه الدوران، تمام اهو. خلاص خلاص. طيب ونفس الحكاية الدوران بتاعي في الخلف، ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة. خلاص وبنزل واحد سنتي، اروح مادة المسطرة كده اهو، واروح ايه عاملة دوران الخلف عندي، تمام تمام. طيب المرد بتاعنا هيبقى اتنين سنتي وبعدي خمسة سنتي، يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة، دي خمسة، دي ستة. يعني هنحط واحد سنتي على القماش مفيش مشكلة، تمام اهو. ده كده المرد بتاعي باخد منه اتنين سنتي، يعني مربعين. خلاص عرفنا ان المربع بواحد سنتي، خلاص ده كده المرد والبطانة بتاعته، والواحد سنتي يعني مربع، يعني ممكن ناخده من هنا كده ونعمله، تمام. المهم واحنا بنطبق على الكبير، مقاس الكبير، ابقى فاهمه واخده بالي انا كده خلاص خدت المربع الزياده بتاعي بتاع المرض، تمام. طيب قلنا اخر ناتج للقسمه لما باخد منه واحد سنتي
بيبقى ايه النزول، يعني بنزله هنا يبقى 3 سنتي. تمام، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اهو، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اهو، خلاص الكلام ده بقى سهل اهو. تمام، طيب وبطلع ايه، بطلع مربع واحد علشان في خروج 1 سنتي. تمام، طيب اهو خلاص كده، خلاص كده نركز بقى في الدوران ده، الهي يستركم عشان عايزينه صح ومظبوط اهو. شايفين انا المسطره لو عملتها كده، دي مسطره في المكتبه كده رخيصه، يعني مش حاجه غاليه، هتعمل لي دورانين بس. انا عايزه عشان ايه، مش عايزه يعني انا عايزاها تبقى كده اهو، يعني اعمل دي كده بالمسطره تجيلي مظبوطه، واروح مريحه المسطره بتاعتي كده علشان اعمل الدوران اهو. شفتوا كده ازاي؟ يعني اخد دي كده بالمسطره اهو اهو، تمام، واروح ايه مريحه كده الموضوع شويه عشان اعمل الدوران اهو كده. خلاص ادي الدوران بتاعي خلص. تمام، انا حابه الون اول باول علشان توفيرا للوقت. خلاص انا فهمت هعمل ايه، فمش محتاجه ان انا ايه اعمل اكتر من فيديو، عشان مره الون فيه ومره اعمل فيه اهو اهو. واروح جاي عند الدوران اعمله باللون برضو عشان يطلع معايا مظبوط اهو بالشكل ده كده. خلاص كده خلاص. طيب قلنا ان الخط اللي في النص ده خط فاصل. تمام، فانا مش هعمل فيه حاجة دلوقتي علشان ايه، ها، علشان عندي توسيع. يعني ايه توسيع؟ وبقى النقطة دي مهمة جدا. روح راجع شكل الفستان اللي انا هنفذه اهو كده، انا راجع لشكل الفستان اللي هنفذه. عندي التوسيع بتاع 5 سنتي، فاكرينه اللي عملناه قبل كده؟ ال5 سنتي دي مهمة جدا. طيب انا كده خلصت رسم البطرون بتاعي في العادي اهو، يعني كل الحاجات دي اصلا عملناها قبل كده، بلون كده بالشكل ده اهو الازرق. تمام، بالشكل ده كده، وده المرد بتاعي. وحابه افهم بس كده ان انتوا خلاص الموضوع ده مش هياخد مني غير 5 دقايق. ما عبد الرحمن انا رسمت الباترون في 3 دقايق اللي احنا رسمينه قبل كده كذا مره، فانا فهمته خلاص. طيب ايه الغرض بقى من تكرار الموديل؟ لا هو مش غرض، مش تكرار موديل، هو لازم تفهمي القصه. انت النهارده عندك قصه جديده اهو، عندك سفره. تمام اهو، شايفين السفره اللي في الموديل بتاعي اهي، استنى بس كده اعمل لكم زوم اهو. شايفين السفرة دي اهي، شايفين السفرة دي اهي، دي اللي لازم تتعلمي تطبقيها على القصة بتاعتك دي، فلازم تتعلمي اتعملت ازاي، كمان تعرفي قيمة الدوران ده اللي لخبطته فيه كتير فطلع لكم فستان ببوز في الفيديو السابق. لازم نعرف، لازم نعرف طريقة وضع الباترون على القماش. المقلم ده هو القماش، بيقولك ازاي تتعلمي تحطيه على القماش. الفيديو الجاي مهم جدا، ارجو المتابعة وما تنسوش اللايك والشير. بشكركم جدا جدا.